أحسن عليكم، هذا يسأل عن هدايا العمال وما هو ضابطها. هدايا العمال ما يعطى للعامل الذي يأخذ رزقا من ولي الأمر على عمله قبل الخدمة، أعني قبل أن يخدم هذا المعين أو بعد الخدمة، خاصا به. هدايا العمال ما يعطى للعامل لدى الدولة الذي يأخذ مرتبا أو رزقا من الدولة، فهذه من هدايا العمال، سمها ما شئت، يقولون إكرامية، يقولون هدية، يقولون ادهن السير، غير ذلك. هذه من هدايا العمال، سواء أعطيت قبل العمل. بعض الناس، بعض الموظفين إذا جئته بالملف فتح لك درج المكتب، يعني كلك نظر، ضع شيئا، أو بعد الخدمة، بعد ما انتهى جئت تريد أن تأخذ الملف، قال ما يخدم بخيل، قلت تريد ملفي، قال طيب 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 انت ما عندك نظر الله يهديك، طيب حتى تعطيه. هذه هدايا العمال، إذا كان ذلك خاصا به، سواء أعطيته في المكتب أو أعطيته عند باب المسجد أو أعطيته في بيته كأن أرسلت إليه هدية في بيته. أما إذا لم يكن خاصا به وإنما أعطيت جيرانك وهو من جيرانك، أنت عندك مزرعة فيها رطب، وعادتك أنك إذا جنيت الرطب تهدي إلى جيرانك من الرطب، فأعطيت جيرانك، وهذا الموظف الذي لك معاملة عنده من جيرانك، فأعطيته، هذا ليس من هدايا العمال لأنك ما خصصته، إذن هذا مستثنى. والثاني، إذا كان هذا العامل صديقك قبل العمل وكانت بينكما هدايا، أنا وأنت طلاب في الكلية وأهديك تهديني أصدقاء، أصدقاء تخرجنا في الكلية، تعينت أنت قاضيا، أصبحت قاضي، فأنا أهديك كالعادة لأنك صديقي لا لأنك قاضي، هذا ليس من هدايا العمال. إذن المعلم، القاضي، الموظف، كل من يأخذ مرتبا من الدولة يحرم عليه أن يأخذ شيئا من الناس إلا إذا كان على ما وصفنا. وهدايا العمال غلول. نعم.